أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع الشخص سماع أصوات الموتى وهم يعذبون؟ فقد خرج شريط مسجل فيه أصوات قوم يعذبون تحت الأرض، فما صحة ذلك الإدعاء؟ وش يدريك أن هذه أصوات قوم يعذبون؟ هذه مفتعلة والله أعلم، أو هي أصوات مصطنعة، ولا يجوز تصديق هذا الأمر. نعم، الموتى منهم من يعذب في قبره وقد يسمع صوته، لكن إنهم احفروا بالحفار وبلغوا مساحة من الأرض وسمعوا، واللي يخبرون بهذا كفار وهم الروس، لا يعتمد على كلامهم ولا يقبل خبرهم. نحن نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بأنه قد يسمع شيء من ذلك أو يرى لمن أراد الله أنه يطلع على هذا من باب الموعظة، نؤمن بهذا. أما أن نقول أن الروس احفروا لما أنهم سمعوا الأموات ووصلوا إلى سجين في الأرض السابعة، هذا من الكذب والافتراء. نعم.